السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم سبعة اختراعات لم تكن لتعرفها لولا مشاهدة هذا الفيديو. مايت سمارت أوفن. مايت هو عبارة عن فرن ذكي يقوم بالطهي وتحضير الوصفات أيا كانت. مايت يعمل باللمس أو بالإيماءات الحركية، ويمكن أن تزوده بالوصفات التي تريد من خلال تطبيق الهاتف الذكي. ومن خلال التواصل الصوتي يمكن لمايت أن يتابع عملك بالمطبخ خطوة بخطوة دون أي مشكلة، وسوف يخبرك بما يجب أن تفعله خلال عملية الطهي. آب كارت. عربة تحميل رائعة آب كارت، أي وزن وأي حجم وفي أي مكان. تلك هي طريقة العمل الخاصة بآب كارت، لن تضطر لحمل ما هو ثقيل بعد الآن. من خلال تصميم العجلات المميز يمكن حتى أن تتخطى الدرج بكل سهولة، كذلك تستطيع أن تخزنها في أي مكان نظرا لحجمها الصغير. أفيادور. حافظة جيب أفيادور أو سوبر وولت متعددة المزايا بشكل لا يصدق. من خلال اتصالها بالهاتف يمكنك أن تتبع مكانها، وإن حاول أحدهم فتحها سوف تعرف ذلك. وبها أيضا زر للطوارئ الذي يحدد مكان الحافظة بالتحديد ويرسله إلى الشرطة في حال أن تعرضت إلى السرقة. يمكنك أيضاً عن طريقها أن تفتح الأبواب وتبحث عن الهاتف من خلال الاتصال الموثق بينهما. درايف بوت. الكثير منا يقود سيارات وهو لا يعلم أي شيء عما يدور داخلها. إليكم درايف بوت. بعد أن تثبت هذا الجهاز في سيارتك سوف يقوم باكتشاف العطل وإخبارك به حتى يسهل عليك عملية الإصلاح. سوف تتلقى إشعارا على هاتفك الذكي من خلال التطبيق الذي يربط بين الجهاز والهاتف. كلاك. هذه القطع الصغيرة لتقليل المساحة التي تحتلها الدراجات في منازلنا. بتثبيت هذه القطعة في جدار يمكنك أن تثبت بها دراجتك بكل سهولة، وسوف تتخذ حيزا صغيرا جدا.
الاستحمام بطريقة أذكى وأكثر حفاظاً على الماء. ما يتوجب عليك هو إضافة إيفا لحمامك الخاص، وسوف تقوم بتنظيم المياه خلال الاستحمام. ومن خلال اكتشاف حرارة الجسم سوف تتعرف إيفا على كونك موجود أم لا، وعندها لن يضيع المزيد من الماء. نيمبل سنس جهاز تفاعلي بشكل رائع. من خلال نيمبل سوف تكون قادرا على معايشة الألعاب بشكل شبه حقيقي وكأنك داخل اللعبة. هناك مجموعة من الألعاب المخصصة لذلك سوف تتيح لك أن تشارك بأفكارك الحقيقية داخل اللعبة، بالإضافة إلى أنها مزودة ببرنامج يمكنك من تصميم ألعابك الخاصة أو حتى الأفلام القصيرة لتتفاعل فيها مع البيئة المحيطة. شيء المشاهدين الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.